بارك الله في طالب وليد بالاشاره طالب وليد وطلب مجتهدين او مجتهدين بارك الله فيه ونفع به ان الشيخ في باب القواعد المجهول سيكون له فرق ان شاء الله. طالب الذي بعده عبد الناصر الحزون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها إن الله سميع عليم. والله سميع عليم. بارك الله في الطالب الفرافير صوت جميل وعدد جميل يجتهد فقط في باب القواعد واحكام الاداء ويجتهد ايضا في الحكمه وهو طالب جيد الفصول الجيد. حمزه ابا تراب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان أنزلناه طائرا في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. بارك الله في طالب حمزة بارك الله فيك ووفقك طالب حمزة الطالبة المجدين نفع الله به ووفقه. العثماني أنس العثماني أنا سألتك عن موجود لسان بولا. بسم الله الرحمن الرحيم. سنعود إلى مغفرة من ربكم المتعرض والسماوات والأرض والتحيم والتحيم ربما ينفقوا عن الصراء والقراء والكود من أجغر والعافية عن الناس والله يحب المحسنين والذين يفعلوا فانسجم وظلموا انفسهم فقد الله فاستغفروا لذنبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنه تجري من تحتها الانهار ورضوانهم ونعم اجر العالمين. والله عزيز وذو انتقام
الاخير الى فرع الناس الذكور ان شاء الله سنعود لهم يوم القيامه.